بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب القسامة وبعض أحكامها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، أي ثبتت القسامة، وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم. ما معنى إن نكلوا؟ والدية إن نكلوا عليهم، ما معنى إن نكلوا؟ داك محمد، أي أبوا يحلفوا. والدية إن نكلوا عليهم، وإن حلفوا سقطت، أي حلفوا أنهم ما قتلوا ولا علموا من قتل. وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. قال الشارح عفى الله عنه: مشروعية القسامة والعمل بها. القسامة من البينات التي عمل بها في الشرع، وقد ادعى جماعة من الفقهاء أنها منسوخة وأنه لا يعمل بها، والصحيح أنه يعمل بها، قد أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها السلف من بعدهم. وصورتها أنه يوجد أن يوجد قتيل ولا يعرف من قتله، ولكن القرائن تدل على أن الذي قتله من هذه القبيلة أو من قرية معينة، كأن يكون بينهم العداوة أو بينهم خصومات وشجارات في أرض أو أموال، أو قد توعدوه بالقتل، قد سبق أن توعدوه وما على إثر ذلك جاء القتل. فهذه القرائن تدل على أن الذي قتله من أهل هذه القبيلة، وليس عندنا بينة، ليس أحد رأى ولا أحد شهد ولا أحد سمع، ليس معنا بينات في المسألة، إنما القرائن قوية في أن القاتل من هذه القبيلة أو من هذه الأسرة أو من هذه القرية أو من هذه المحلة، قرائن قوية وليس هناك بينة على أحد بعيد. ليس معنا بينات في المسألة، فأولياء المقتول يقولون: قتيلنا في هذه القبيلة من الذي قتله؟ قالوا: ما ندري. هل تثبتون أن شخصا قتله؟ فقالوا: ما نستطيع. هل تستطيعون أن تحلفوا 50 يمينا على شخص بعينه أنه قتله؟ قالوا: ما نستطيع. فتتحول الأيمان على أصحاب القبيلة. وهذا حكم شرعي في أن ابتداء الحلف لأصحاب القتيل، إن استطاعوا أن يحلفوا على شخص بعينه 50 يمينا فهم مقدمون في الأيمان. قد يغلب على ظنهم أو يكاد أن يستيقنوا أن القاتل فلان بقراء كثيرة، فيستطيعون أن يحلفوا، فعند ذلك يعمل. إذا كانت القرائن قوية على شخص وحلفوا 50 يمينا عليه، أخذ بأيمانهم ويقام عليه الحد، ويستطيع القاضي أيضا أن يتوصل معه إلى أن يقر بطريقة أخرى فيكون مطمئنا أكثر. هل تستطيعون أن تحلفوا 50 يمينا على شخص بعينه أنه قتله؟ قالوا: ما نستطيع. فتتحول الأيمان على أصحاب القبيلة، ينفون عن نفسهم هذا، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا شهدوا ولا علموا. أولياء المقتول يختارون 50 شخصا والمقصود ب50 يمين أي كل يمين على شخص، وليس المقصود التكرار من شخص أو من شخصين أو من 5 أو من 10، إنما المقصود 50 يمينا على 50 رجل. أولياء المقتول يختارون 50 شخصا،
فإن أبوا أن يحلفوا ثبتت عليهم الدية. يحملون الدية ويغرمون ولا يستطيع القاضي أن يلزمهم بالتعزير كاملا حتى يعينوا من القاتل، لأنهم قد يكون أيضا عندهم شك ولا يعلمون من هم، وقد يكون بعضهم يعلم، فلا يعذب شخص بجريرة غيره. فإن أبوا أن يحلفوا ثبتت عليهم الدية، وإن حلفوا سقطت الدية، ولكن الأيمان شديدة عليهم. إذا كان القاتل منهم وحلفوا وتجروا على الأيمان قد يصاب بمصيبة عظيمة. فقد حصلت قصة في الجاهلية ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وهذه القصة عبرة، ذكرها البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، انطلقوا مسافرين، فمر رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه، العروة الحديدة الدائرية يجمعون فيها عقال البعير، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارقه، يعني هذا الهاشمي الذي هو مستأجر لرجل من فخذ أخرى، أعان صاحبه الهاشمي، التقوا في سفر فأعانهم بعقال مربط بعير فقط، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحد إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيها أجله. يعني هذا الرجل الذي استأجر الهاشمي غضب على مجرد عقال فيضربه بعصا، ولعلها أصابت مقتلا في رأسه ونحو ذلك، فكان فيها أجله. قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، ما زال في سكرات الموت، مر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. ماذا عنا بالموسم؟ أتشهد الموسم؟ ماذا عنا بالموسم؟ مواسم الحج، يجتمع الناس من في منى وفي عرفة ومزدلفة وفي مكة أيضا. أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب، إذا أنت شهدت الموسم، من الذي يكتب أو من الذي أمر بالكتابة؟ الهاشمي الذي يعاني من سكرات الموت، يكتب لمن؟ لرجل من اليمن مر عليه في سفره وهو في سياق الموت، فبلغه هذه الرسالة. فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر، المستأجر الهاشمي، ومات المستأجر. ولما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض، فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. كذب، هو الذي قتله من أجل ماذا قتله؟ من أجل عقال، ثم كذب قال إنه مرض وأحسن القيام عليه ثم دفنه. قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك، يعني هذا هو اللائق بك، فمكث حينا ثم إن الرجل
الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. إذا أراد الله شيئا كان. فضح هذا الرجل. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. إذن خيره بين الدية وبين القسامة، يحلف 50 من قومه أنه ما قتل، فإن أبيت قتلناك به. وهذه قرينة قوية جدا، أن يأتي رجل من أهل اليمن ويسأل عن القبيلة ويسأل عن أبي طالب ويبلغ رسالة عن ذلك الرجل، هذه قرينة من أقوى القرائن، مع أنه ليس بشاهدين، هو شاهد واحد، ولكن قرينة كبيرة. رجل يماني ما يعرف أحدا من القبيلة يأتي ويبلغ رسالة إلى آخره. قال: وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتلهم، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. تجرأوا على الأيمان. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، يعني أعفنا عن يمين، أعفاها عن اليمين بسبب أنها منهم، أن المرأة من بني هاشم ولدها أعفاه عن اليمين. أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، يعني هذا تخلص من اليمين، قال: أنا سأعطي بعيري مكان اليمين. وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فهو الذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. أخذهم الله في ذلك العام. هذه الحادثة من ضمن حوادث كثيرة تبين أن الأيمان الفاجرة في حقوق الناس، في دمائهم وفي أموالهم، أمرها عظيم. الأيمان الفاجرة التي في اعتداء على دماء أو أموال أو أعراض، أمرها عظيم، سرعان ما تنزل العقوبة. أجل الله العادة على تعجيل العقوبة بالأيمان الفاجرة التي فيها أكل أموال الناس أو الاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال: فيجعل الله عز وجل مصيبة عظيمة على هذه الأيمان، ويعجل الله العقوبة لصاحبه، والعياذ بالله. فالشاهد أن هذه الأيمان كانت معروفة في العرب، وأنه عمل بها في الشرع، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في البخاري عن سعد بن أبي حثمة أنه أخبره هو رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم عبد الرحمن بن سهل وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يتكلم محيصة،
فذهب ليتكلمه الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر. في رواية أخرى أن عبد الرحمن أراد أن يتكلم أيضا لأنه أخوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتبوا ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ في رواية أخرى: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم. الرواية الأخرى 50 يمينا. قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم اليهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة. انتهى الحديث. الآن يعمل بها بينة صحيحة شرعية: إن حلف أولياء المقتول على شخص بعينه 50 يمينا أخذ بذلك، بشرط أن تكون القرائن عليه. قال جماعة من أهل العلم: لا يعمل بها، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهؤلاء لا بينة لهم. ورد أهل العلم فقالوا: هذه بينة، 50 يمينا مع اللوث والقرائن، أي عليه لوث الجريمة متلوث بها، عليه قرائن تلوث بذلك، مع اللوث والقرائن على هذا الرجل بعينه، فعليه قرائن وعليه اللوث، فإذا حلف أولياء المقتول عليه عمل بذلك ويقتل به. هذه صارت بينة قوية، أن يتجرأ 50 بسبب قوة القرائن على رجل منهم. مثلا عندنا قرائن قوية أن هذا هو القاتل، كأن يكون رؤية في نفس الساعة، ما رأوه يقتل لكن رأوه في نفس الموضع، أو رأوه فارا، هناك شهداء عليه أنهم رأوه يفر في ذلك الموضع في نفس الوقت. شهد أناس أنهم رأوه في منطقة مجاورة وكان قد توعده بالقتل، ثم رؤية مقاربا للقتيل في نفس الساعة، رآه أناس مثلا لكن ما رأوا القتل. أما إذا رأوا القتل صارت شهادة واضحة، لكن القرائن تدل على أن هذا الشخص قتله. وأولئك أيضا يعلمون أن بينهم عداوة، لأنه قد توعده بالقتل ووجدوا قرائن قوية، فهذا قد يجعلهم يحلفون ويستعدون على الأيمان مع أنها ليست بينة. هذه قرائن قوية تجعل أولياء المقتول يتجرؤون على الأيمان مع أنها ليست بينة، تكفي القاضي بإقامة الحد، لكن مع 50 يمينا يقيم عليه الحد، كما أن الشاهد مع اليمين قوية جانب المدعي، قوى جانب المدعي فيحكم له. فيما يتعلق بالحقوق المالية، إذا كنت مدعيا على شخص وليس عندي شهداء، ما عندي إلا شاهد واحد، فاجتمع الشاهد مع يميني فصارت بينة، وهنا اجتمعت القرائن مع اللوث، قرائن قوية مع اللوث مع 50 يمينا فصارت بينة شرعية يقام بها الحد. إذا حلفوا 50 يمينا على رجل بعينه يؤخذ ويقام عليه الحد. 50 شخصا من العدول يحلفون على شخص 50 يمينا، وهذا أمر صعب، ما سيقدم عليه شخص إلا على قرائن قوية جدا تجعلهم يحلفون على ذلك. فاعتبرها الشرع بينة كافية في إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود 50. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقر القسامة على ما كانوا عليه في الجاهلية من البينات القوية في ذلك.
ما زال كان يعمل بها إلى أيام قريبة، أيام القبائل قبل فترة. في هذه الأيام توجد أجهزة حديثة يتابعون الجريمة حتى يعرفون القاتل بهذه الأجهزة الحديثة من التصويرات والبصمات ومتابعة أمور وقرائن حتى يتوصلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.